دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده. معانا اخبار عن صرف مساعدات تكافل وكرامه للاسر المستفيده لشهر مايو، ومعانا ايضا اخبار عن اكبر مسابقه هندسيه على مستوى الجمهوريه بتنظمها هندسه المطريه. كمان النهارده في ماتشات مهمه هتتلعب في الجوله 28 من الدوري المصري، في كمان مباراه ليفربول مع ليستر سيتي في الجوله 36 من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم البدء في صرف المساعدات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر مايو الجاري، وهي الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة هتنظم كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر المركزية أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية تريبل أس في نسختها السادسة تحت شعار مصر تبتكر. وبتعتبر تريبل أس من أكبر المسابقات العلمية في مجالات الهندسة المختلفة، وبتقام على أساس معايير عالمية بمشاركة طلبة كليات الهندسة على مستوى المعاهد والجامعات المصرية. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة. هيلتقي المصري مع الداخلية الساعة 7 بالليل، والساعة 9:30 هيلتقي MP مع الاتحاد السكندري. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها ليفربول مع ليستر سيتي الساعة 10 بالليل.